Hacerlo. ¡Bing! بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ اليوم، أو بدأت من 3 أيام تقريبا، مع جيكوب، مع بشير عفوا، في موضوع حركة بلاي ديد، أو اعمل نفسك ميت، أو بانك، أو whatever. طبعا اطلعت أنا على التطبيق الخدعة هذه قبل كذا عن طريق النت، بس ما حصل إني طبقتها قبل كذا. هذه أول مرة أطبقها أنا مع بشير. طبعا في فترة بين الاطلاع وبين التطبيق ما هي بسيطة، فكان في جاب أو حلقة مفقودة فاتتني، خلتني أوقع في مشاكل. إنه دائما الطير لما يتلقى التمرين في بدايته يكون في ربكة، لأنه ما هو فاهم أنت إيش تبغى فيطير زي ما أنتم شايفين الآن. فأنا استعدت، نسيت إنه لازم يكون في سطح مسطح، والمسطح هذا ما يكون يعني مساحته كبيرة زي الأرضية زي ما كنت حاطه أنا في البداية. فكانت الأرضية كبيرة، كان يحوم يمين يسار، وكنت أرد بعصا التوجيه، فكانت العملية أصعب. فتذكرت وجبت الطاولة هذه. بينج، يلا 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 يلا، معلش رجلك الثانية، رجلك 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 بينج. أنا توقعت إني حليت المشكلة، وكملت في مشواري اللي هو تطبيق الخطوة الأولى، إني أمسكه من رجله وأقلبه على ظهره. أمسكه من رجله، يعني لازم يكون أهم شيء رجله، يعني عشان الموضوع بعدين حتكمل في رجله. لكن للأسف هو برضه مكرر على نفس الموال اللي شفتوه في الأول في المقطع، اللي هو بطيء هذا، ما هو راضي يتقبل معي، يشرد مني، أرجع بالعصاية، أمسك رجوله، رجعته في الأرض، غيرت الترابيزة هذه، جبت المتكة زي ما انتم شايفين عشان مساحته أقصر، لكن ما لقيت فايدة في 3 أيام. يعني ما لقيت أي في تقدم بسيط، يعني هو المفروض إنه خلاص يبدأ إيش، خلاص أول ما أقدم له يدي يحط رجله على، يستند على اصبعي عشان يميل، لكن خلال ال3 أيام هذه يعني لا زال هو متنرفز كذا، يروح ويرجع يحوم. غيرت المتكة هذا، جبت الطاولة رجعتها نفسها، وفرشت عليها فرشة عشان يكون السطح ما هو املس، عشان ما يتزحلق مع ظافره. نفس الموضوع ونفس الموال. فرجعت للاطلاع من جديد، شفتها أول شيء من فلوك توك، بعدين شفتها من أخونا مهند العلي من الأردن. فرجعت للفيديو حقه، ورجعت للخطوات حقته. أحط لكم الرابط تبع الفيديو عشان اللي حاب يطلع كيف كان مهند العلي يطبق مع الموضوع. وتنبهت من المقطع إنه لا بد إني أخليه فوق الفرشة، يعني هذه اللي حطيتها الغريبة على الطير، ياخذ راحته عشان يلف عليها، لانه فعلا بهذلني لما حطيت الفرشه، صار يحوم يروح ويجي يقطع هنا يقطع يمين، فكان المفروض اتركه عشان ياخذ راحته. بعدين رجعت للحمروطيه فلوك توك، وهنا الاسلوب مختلف تماما بين مهند العلي. هنا في 5 خطوات، هناك في 3 خطوات. هنا في خطوتين، اولى انه اول شيء يثبت على اصبعك قبل ما تقلبه، اول شيء يثبت على اصبعك، ثاني شيء ترفعه باصبعك بس ما تميلوا على كتفه، ثالث شيء تميلوا على كتفه، بعدها تميلوا بالكامل، بعدها تبدأ تسرح، تحاول انه ما تميلوا انت، هو يميل بنفسه. وحط برضو رابط المقطع حق فلوك توك في التعليقات للي حابب يطلع عليه. برضو انا عدت الترتيب، ترتيب الاوراق زي ما انتم لاحظين، صرت اول شيء استناه يحط رجله على اصبعي، اول ما يحط رجله في البداية عانيت شوية عشان هو متذكر موضوع اني اقلبه،
وانا كنت اقلب بدون ما احط زي ما كان اخوي محمد يحط يده على ظهره عشان ما يهرب، فكان الموضوع بالنسبه لي يعني مربك زياده. ففي البدايه يعني شويه هذا، بعد كذا خلاص سلك شو زي ما انتم شايفين صار موجود عندي، ما بيروح لا يحوم ولا يمين ولا يسار. نكمل معاه ان شاء الله في ايام اللاحقه.